السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يعقوب تيك، نتمنى تكونوا بخير. معكم يعقوب في نيو فيديو. كما كنا متوقعين خالتي، الأسعار زاد طاحت بزاف. كاين بعض الهواتف طاحت حتى بمليون، مليون وميتين، مليون وثلاثمية، وكاين نسبة كبيرة من الناس راهم يتسألوا أسكو نشرو أسكو ما نشروش، أسكو الأسعار راح تستقر هنا ولا رايحة تزيد ولا رايحة تنقص. يعني كاين تساؤلات بزاف. قبل أن نبدأ في الإجابة على التساؤلات، ما تنساوش خالتي دعموني أسفل هذا الفيديو بالجيم، نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو 1000 جيم، ماك خاسر والو. دير لنا جيم في هذا الفيديو وتابع معنا الشرح، باسكو الجيم راح يحفزني باش نقدم الأفضل والأفضل بإذن الله. ما تخسروا على هبط دير النجام وتابع معنا الشرح. والجدد نقول لكم مرحبا بكم في القناة، اشتركوا في القناة باش تتوصلوا بكل جديد. ما نطولش عليكم، let's get started. كما قلت لكم خاطي، بعض الهواتف راهي هبطت حتى بمليون، مليون و200، مليون و300، وراني مازلت نقول لكم خاطي ما تشروش باسكو راه جاي خير كبير باذن الله. الاسعار راح تزيد تهبط وتهبط وتهبط حتى ترجع للسعر الاصلي اللي كانت به قبل كورونا، او اقل، ممكن راح تكون اقل يعني بقليل من اللي كانت عليه باذن الله. باسكو بزاف تجار خاطي راهم يجيبوا في السلعه، باسكو رانا نلقاهم يبارطاجوا في لي جروب، جبنا سلعه جديده. ويعني خاطي نعطيكم مثال خاطي، مثلا هاتف ريدمي نوت 8 برو راني لقيته خاطي حتى ب 39 و 50 الف، يعني قبل كورونا كان يتباع ب 39 4 ملايين 39، يعني هذا هو السعر تاعو. ومن هذا يعني نستنتج ان الاسعار رايحه ترجع باذن الله. باسكو كاين بعض التجار راهم يدخلوا في السلعه لهنا للجزائر وراح تفرج باذن الله عن قريب. ملاحظه مهمه جدا، في بعض الولايات الاسعار مازالها مرتفعه بزاف خالتي. مثلا هاتف الريدمي نوت 8 برو في بعض الولايات راه يدير حتى 48 حتى 46 47، يعني بعض الولايات وبعض التجار مازالهم شادين يعني في السعر القديم. خالتي نقول لكم اتولوا وخذوا الحذر تاعكم من هاد التجار، وما تشروش خالتي، الصبر وما تشروش حتى تريق الاسعار باذن الله، باسكو رايحه تتريق يعني مستحيل ما تريقش، وراح تدخل سلعه جديده واسعار جديده باذن الله. وراح نعطيكم يعني ملاحظه وكانها تحذير يعني في بعض كاين بعض الاشخاص خاوتي راهم ينشطوا في الجروب فيسبوك، يعني الجروب تاع بيع وشراء الهواتف، وراهم يقولوا الاسعار رايحه تزيد، مانيش عارف السلعه ما رايحاش تدخل، السلعه راهي غاليه، مانيش عارف منين يجيبوا في هذه يعني في هذه الاخبار يعني، ويخوفوا في الناس يكومونتي ونشري وما نشريوش. مانيش عارف خاوتي من وين راهم يجيبوا هذه الاخبار. راح نقول لكم خاوتي كلش راه توقع، يعني حتى انخفاض الاسعار ورانا نتوقعوا في انخفاض الاسعار، باسكو كاين بزاف تجار معروفين راهم يدخلوا السلعه ويبيعوها باسعار منخفضه على اللي كانت في السابق. يعني مانيش عارف واش الهدف تاع هاد الاشخاص اللي راهم يبارطاجوا في لي جروب ويخوفوا في الناس ويقولوا لهم السلعه رايحه تزيد، اسكو هما نفسهم التجار اللي يبيعوا غاليين، اسكو مانيش عارف شكون. المهم خالتي نقول لكم ما تخافوش، والاسعار باذن الله رايحه تنخفض، يعني ما كانش خبر رسمي في انخفاض وارتفاع الاسعار، لكن احنا نتوقعوا انخفاض الاسعار باسكو كاين تجار راهم يدخلوا السلعه ويبيعوا فيها باسعار منخفضه على كي كانت قبل، وراح يجي الفرج باذن الله. وكل جديد راح نحطوه في القناه. المهم خاوتي نقولها ونعاودها، ما تشروش هواتف في هذه الفتره باسكو راح تخسروا دراهم، يعني انتظر شويه باش تربح دراهم، وهذا ما كان باسكو راح تنخفض الاسعار باذن الله. وليكن في علمكم خاوتي راح نخلطوا القناه باذن الله بالفيديوهات تاع الهواتف، راح ندير لكم فيديوهات بين 1500 لزوج ملايين. يعني كاين الناس بزاف يقول لك ما كانش هاتف نشري ب 1500 وفيه مواصفات مليحه، طبعا راح يكون مواصفات متوسطه وهاتف لاباس به بين 15 حتى 2 ملايين 17 18 100. يعني راح ندير لكم هواتف يعني في هذه الفئه السعريه، وراح ندير لكم هواتف بين 2 حتى 3 ملايين، يعني راح نخلطوها بالهواتف باذن الله باش كل واحد يلقى هاتف على حساب الميزانيه تاعه باذن الله. وطبعا هذه الهواتف بين 15 ل 2 ملايين راح نوريها لكم كيفاش تشروها من الموقع، وراح نشرح لكم كلش باذن الله. المهم ما تنساوش خاوتي فقط دعمونا اسفل هذا الفيديو بالجام باش نتحفز وندير لكم فيديوهات اكثر واكثر، ماك خاسر والو. هبط دير لنا جام وبارطاجي الفيديو مع اصحابك باش يعني ما يخدعوهمش التجار ويشروا هواتف في الفئه السعريه تاعهم وباسعار منخفضه باذن الله. الان خاوتي خليكم مع قائمه اسعار بعض الهواتف يعني اللي بحثوا عليها جزائريين بزاف، اللي راهي منتشره في السوق يعني في السوق الجزائريه، واللي راهي منتشره في لي جروب، واللي راهي يحوسوا عليها الناس بزاف خاوتي. واذا كانت هناك اسعار جديده راح نخليها لكم في الوصف ولا ندير عليها فيديو، يعني ماشي مشكل خاوتي، راح نعاونكم باللي نقدر باذن الله. تابعوا معي.
نبدأ مع هاتف رادمي ناف آ بسعر 25000 دينار جزائري، وهاتف رادمي ناف بسعر 29000 دينار جزائري، وهاتف رادمي نوت ناف بسعر 36000 دينار جزائري، وهاتف رادمي نوت ناف برو بسعر 49000 دينار جزائري، وهاتف رادمي نوت ناف اس بسعر 46000 دينار جزائري، وهاتف رادمي نوت 8 بسعر 36000 دينار جزائري. ننتقل الآن إلى هواتف سامسونج. معنا هاتف جالاكسي ام 30 بسعر 36000 دينار جزائري، وهاتف جالاكسي ام 30 تي بسعر 54000 دينار جزائري، وهاتف جالاكسي ا 20 تي اس بسعر 36000 دينار جزائري، وهاتف جالاكسي ا 11 بسعر 29000 دينار جزائري، وهاتف جالاكسي ا 10 اس بسعر 28000 دينار جزائري. هذه هي الهواتف المنتشرة في الأسواق الجزائرية والتي يبحث عليها أغلب الجزائريين. سأحاول بإذن الله جمع جميع أسعار الهواتف المتوفرة في السوق الجزائرية وعمل فيديوهات حصرية لها بإذن الله. لا تنسى مشاركتنا بأسعار الهواتف في ولايتك. كما شفتوا خالتي، هذه هي اسعار بعض الهواتف يعني اللي بحثوا عليها الناس بزاف. ما درتش بزاف هواتف، باسكو في الفيديو اللي فات درت هواتف، وهذا كي شغل تحديث للفيديو اللي فات، يعني جبت الهواتف اللي تغير السعر تاعها اللي راهم يبحثوا عليها الناس بزاف وديرتها في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وكل جديد راح نحطوه في القناه باذن الله. بقالي غير نقول لكم تلقاو في فيديو جديد. سلام.